بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. النهاردة يا جماعة هنتكلم عن حاجة مهمة، وهي مناطق اللي بتتركز فيها بيع الريموتات. في ناس كتير عايزة تدخل مجال بيع الريموتات أو عايزة تشتري ريموتات ومش لاقياها. المنطقة دي يا جماعة بتتركز فيها هي والعتبة، منطقة باب اللؤ والعتبة بتتركز فيها بيع هذه البيع الريموتات بالجملة والقطاعي. فطبعا اللي عايز يعمل محل أو عايز يبيع ريموتات يتوجه إلى هذه المنطقة، المناطق دي ما بين شارع التحرير، يعني المحلات دي ما بين شارع التحرير اللي هو من ميدان التحرير لعابدين أو والمنطقة وشارع محمد محمود، بين الشارعين دول يا جماعة وشارع التحرير نفسه تقريبا، وحواليه كده شويه محلات بتتمركز فيه هذه التجاره. طبعا غير الريموتات في الالكترونيات عدد، في مجال بيع الريسيفرات، حتى لو عايز تنزل ملفات، عايز تصلح ريسيفرات، فهي منطقه يعني مهمة في مجال الإلكترونيات أو وخاصة بالأجهزة المنزلية الإلكترونية، تلفزيونات، مسجلات، رداوي، في محلات لبيع قطع الغيار هناك، وكذلك يوجد يوجد بيع اللي هي الشاشات الريسيفرات، ويوجد معها كمان محلات اللي احنا شايفينها دي يا جماعة، محلات اللي هي بتاعت الريموتات. في المحلات دي يا جماعه موجود الريموتات كلها بانواعها، تلفزيون، ريسيفر، ال اي سي دي، ال اي دي، جميع انواعها، التلفزيونات القديمه، التلفزيونات الحديثه، وموجود منها يا جماعه انواع. يعني الريموت في منه الشعبي بيتراوح ثمنه بين 6 جنيه بين 6 جنيه ويعني 7 جنيه بالكتير كده. وفي ريموتات اللي هي العاج اللي هي البيضة دي بتتراوح أثمانها يمكن بتوصل لحوالي 10 جنيه، بتبقى أشد شوية من التلفزيون من الريموتات العادية. وبعدين بعد كده في نوع ثالث اللي هو يعني اللي هو الريموت اللي بيقولوا عليه بيشتغل على اي سي، هو اي نعم مش جامد قوي بس بيشتغل من الداخل على اي سي، فهو أنظف من الشعبي شوية. ثم بعد كده بقى في القمة اللي هو اللي بنقول عليه الاصلي، اللي هو زي الريموت اللي بيجي مع الريسيفر الاصلي، بيبقى جامد، عظمه جامد، يعني بيستحمل وبيعيش اكتر، وبرده بسعره يعني حدود 17 18 جنيه 20 جنيه بالكتير، طبعا على حسب سعر الدولار بترتفع وتقل وتزيد وتقل الاسعار دي. طبعا اي حد ممكن يعني الانسان العادي ممكن يشتري 2 3 كده ويشيلهم عنده، لو هو هيشتري الشعب ويشيلهم عنده هيشتريهم طبعا بسعر الجملة أرخص. أما لو هيشتري طبعا الواحد بس هيبقى أرخص شوية، بس مش هيبقى أرخص قوي يعني. طبعا اللي حاول بيدخل ويبيع ويشتري في الريموتات، أصبحت الريموتات وبيعها تجارة رائجة وانتشرت في أماكن كتيرة بسبب استخدامنا للأجهزة اللي هي الإلكترونية، انتشرت أكتر. وغير كده في نوع اللي هو الشعبي اللي بيقولوا عليه الشعبي، ده مش يعني ما بيستحملش، فالواحد ممكن يشتري كل شهرين ثلاثة واحد مثلا. فطبعا هنا مجموعة من الموجود منها مجموعة من الريسيفرات، ده الريسيفر ده يا جماعة دي مجموعة من ال اتش اي دي اللي هي الميني الصغيرة اللي هي انتشرت في الايام الاخيرة، اللي هي بتشتغل على الشاشات لانتشار الشاشات، انتشرت هذه الريسيفرات الصغيره اللي احنا بنسميها الاتش دي ميني. طبعا موجود هنا يا جماعه الريسيفرات القديمه والجديده، ولسه بتنزل في حاجات قديمه بتنزل، فاللي ضايع منه ريموت يجي هنا او في المناطق دي غالبا ان شاء الله هيلاقيها. طبعا المحلات دي بتبيع حاجات تانية، مش يعني حاجات خاصه برضو بالايه قريبة من الريسيفرات، يعني ممكن يبيع مثلا الشاحن، ممكن الشاحن بتاع الريموت الصغير،
ممكن يبيع الترانس يعني العدسة بتاعته، السلك، حاجات خاصة بيه، أو زي ما احنا شايفين كده يا جماعة، ده السلك بتاع الدش، برضو بيتباع هنا بالبكرة وبالمقاس، مثلا 10 20 30 زي ما انت عايز، على حسب انت هتحط الطبق فين. طبعا في حاجات مكملات تانية برضو زي ما احنا شايفين اهو، دي جميع انواع، دي انواع الريسيفرات يا جماعة، انواع اللي هي الايه يعني، في هنا انواع قديمة، وده بيشتغل بقى الستار سات، الريموت ستار سات، او بيشتغل على الاسترا الاتش اي دي، برضه ريموت يعني في حدود يمكن 8 جنيه مثلا، يعني من 8 ل 10 كده. دي يا جماعه انواع هي كتيره، انواع مختلفه من انواع الريموتات. في العاج الابيض، الابيض ده عاج يا جماعه، هنروح هنا كده يا جماعه، بصوا اهو اللي على الشمال فوق ده يا جماعه، ده الازرق ده ترانسات، دي مجموعه من الترانسات او الشواحن بقدرات مختلفه، 1 امبير 2 امبير تقريبا، طبعا كله بيشتغل على 12 فولت. وفي هنا الصندوق الاحمر اللي على اليمين دوت، ده اللي بنقول عليه العاج، طبعا ده ليه جوان او ليه زي جراب كده بنفسجي حواليه وهو ابيض، فمدي لون كويس، ده اسمه العاج، ده اغلى شويه من الايه، من اللي هو الشعبي، بيتباع في حدود 10 جنيه اهو. طبعا ايوه يا جماعه، الاحمر اللي فوق ده يا جماعه مجموعه من دوائر الباور بتاعت الريسيفر، طبعا في 3 انواع منها لتشغيل دوائر الباور بتاعت الريسيفر. ساعات ما بنلاقيش يا جماعه دايره الباور ديك، يعني وبنحتاج دايره مثلا ما فيهاش، ما نلاقيش عين الاي سي مش نافع فيها تصليح، فدي بنجيبها بديله لدوائر الباور، والجماعه الصينيين خدمونا صراحه ده. فطبعا الدوائر دي جاهزه، مجرد ان احنا بنركبها مكان القديمه، فخدمتنا، بنسرع عمليه الصيانه. طبعا الحاجات اللي تحت دي يا جماعه، ريسيفر اهو برضو جولد ليذر، ده برضو بيشتغل بدل الايه ريموت الهيليتوك 2000. فطبعا هنا هتلاقي كل الريموتات وكل انواع، هنا زي ما احنا شايفين كده هو الحامل بتاع الشاشات يا جماعه، حامل الشاشه بكل انواع ال اي سي دي اهو. طبعا هنا مجموعه يا جماعه من الوصلات، وصلات اللي هي بتشتغل بين الريسيفر والريسيفر والتلفزيونات او الشاشات، اللي هي بنقول عليها 3 الوان ديك، او 3 في 3، او 1 في 3 اللي هي بتشتغل مع الميني. وكذلك يا جماعه هنا موجود اللي هي الايه، اللي هي السودا دي، اللي هي الار، اللي بنقول عليها الار اف، اللي هي بتشتغل مع التلفزيونات القديمه في مدخل الاريال. طبعا دي مجموعه من الوصلات بتتباع برضو بسعر الجمله كلها يا جماعه، دي بسعر الجمله اهو كده. طلعنا على الباترينا يا جماعه، دي اللي احنا بنقول عليها يا جماعه العاج، مجموعه منها ستار سات، الهوماكس، يعني مجموعه من ودي برضو متينه يا جماعه، احسن من الشعبي شويه، عشان كده بتتباع اغلى اهو كده يا جماعه. ده هيلوتوك 2000 ستار سات، مجموعه من الريموتات المختلفه، اللي عايز يعني ريموت ومش لاقيه يجي هنا. هنا مجموعه من الجولد ستار هو القديم ده يا جماعه، الهوماكس ده بتاع الدايره، الدايره الابيض السترونج زي ما احنا شايفينه هو، يعني هتلاقي كل انواع الريموتات. اللي محتار في ريموت وبعيد عن المنطقه ديك، ان شاء الله يروح وهيلاقيه في المحل ده طبعا، وفي عده محلات في نفس الايه المنطقه، ارخص طبعا، وممكن تشتري زي ما قلت كذا واحد وتخليهم عندك احتياطي. طبعا مش موجود دي اغلبيتها دي يا جماعه ريسيفرات اهو، ريموتات ريسيفرات، بس مش ريسيفرات بس، هنا اهو طبعا برضو في سيفرات تلفزيون
زي ما شايفين سترونجات اهيك، والكوماكس جنرال اللي انا شايفهم كده، وكذا حاجة يعني من روموتات مختلفة وانواع مختلفة، ومنها الاصلي ومنها العاد. هو يا جماعة شاشات، بعض الشاشات حتى يا جماعة الاجهزة القديمة ال NEC يا جماعة اللي ممكن ما تلاقيهاش كتير، قلت يعني ممكن تلاقيها في المنطقة دي تحت التلفزيونات القديمة يا جماعة موجودة اهو. وده ناشونال او LG، مش واخد بالي، او توشيبا الابيض دوت، ده ال LG يعني موجودة جميع الانواع. وهنا موجود طبعا العاج اهو يا جماعة، ستار سات، كل دي كلها ستار سات دي يا جماعة، مجموعة الستار سات اهيك، دي العاج، ومحطوطة كمان في علبة زي علبة شفافة بلاستيك كده، حاجة يعني أنيقة يعني محترمة شوية عن الشعبي وبتستحمل. طبعا اللي عايز يتاجر زي ما قلت يتاجر في يجي يشتري هنا بالجملة، وربنا يفتحها عليه بإذن الله. اه يا جماعة دي جماعة تاني، مجموعة من الشاشات، من الشاشات اهو الناشونال، ناشونال القديم، مجموعة من الشاشات الأسترا اللي فوق اللي هو الفضي ده، يعني جميع الأنواع موجودة ومتوفرة. ولو عايز تتاجر هتلاقي، عايز تشتري 2 3 على قد حاجتك يعني وتخليه عندك هينفعك، لأن يعني طبعا الروموتات الشعبية دي بالذات يعني بتعيش كتير، أو تجيب أصلي يعيش معاك. طبعا الهومكس هو بتاع الـ ART موجود اهو اللي قدامنا دوت برضو اهو يا جماعة، جميع الانواع موجودة. اللي عايز يتاجر، اللي عايز يشتري، اللي مش لاقي يجي في هذه المنطقة هيلاقي كل انواع الروموتات. وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.